أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.
Thank you.
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون والذين إن فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الله
ومن يغفر الذنوب
إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها والجبال أرساها فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى خاف مقام ربه
يسألونك عن الساعة أيان مرسى عبس وتولى أن جاءه الأعمى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء
صحف مكرمة مرفوعة مطهرة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من أي شيء خلقه من من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء ألا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا
وحدائقه البر وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت
وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاء صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ
فَإِذَا جِئَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَإِذَا جِئَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ وقضينا إلى بني إسرائيل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن
وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن مرتين ولتعلن
وكان وعدا مفعولا mm-hmm.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا إِنَّ
واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر
إنما
بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة أمل وما تفعلوا من خير
ليس عليكم من يقول
إليه
Oh.
صدق الله.